السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد كيكه بارده او لا تحليه اللي كتجي لذيذه بزاف، مكوناتها بسيط وكيف كتشوفوا معايا راه كتجي معلكه. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم، خليكم تتابعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال الطبقه الاولى. كيف كتشوفوا معايا مكونات بسيط. بالنسبه لي انا غادي نستعمل كيكه كنت صيبتها وبقات ليا، غادي نستعملها هانتوما. عندي كيكه ديال الفاني، ممكن ديروا كيكه ديال الشوكولات، ممكن ديروا بيسكوي الا عندكم الا ما عندكمش كيكه، اولا ممكن تحضروها في نفس الوقت، يعني تاخذوا واحد نصف المقادير ديال الكيكه العاديه وديروهم في هذا المول وتدخلوها تطيب وتخليوها حتى تبرد وديروا نفس الطريقه اللي غادي ندير. عندي كذلك كاس ديال الحليب وعندي كاكاو المحلى. غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي ناخذ الاناء اللي غادي نصيب فيه التحليه ديالنا. غادي ناخذ كيكه غادي نقطعها بحال هكا. انا هاد الكيكه كديرها مزينها من الفوق باللوز ايفيلي وبالشوكولات وبالزبيب وبشويه الكركاع. دابا هنا غادي ناخذ الكاس ديال الحليب غادي نزيد ليه معلقه صغيره ديال الكاكاو المحلى. دابا من بعد ما خلطتو مزيان ها هو غادي نزيدو على الحليب، راه غير بارد، غادي نخوي نصايبيه كيكه كامله. هنا خليت الكيكه ديالي على جنب، غادي ناخذ الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها عندي نص سترو ديال الحليب. عندي واحد جوج معالق حتى لثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكريم باتيسيير اللي تتكون بنكهه الفاني، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، ممكن تزيدوا اولا تنقصوا على حسب الذوق، ربعات الفرماجات مثلثين، ممكن ديروا حتى المربعين، وعندي فلون ديال الكراميل. غادي نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. هنا خديت كاسرونة غادي ندير فيها الفرماج، غادي نزيد واحد شوية ديال الحليب ونزيدو السكر، نحاولو هداك الفرماج هذا يذوب مع داك الحليب أولا نحركوه مزيان حتى كينسجم مع الحليب. من بعد ما حركت الفرماج مع الحليب مزيان غادي نضيف ليه فلون ديال الكراميل كيس واحد. الا درتو فلون ديال الكراميل اللي تيكون الحجم كبير يعني ما يحتاجش يكون فيه اصلا السكر، ما يحتاجش انكم تضيفوا السكر. وغادي نحرك مره اخرى مزيان، صافي نضيف كميه الحليب اللي بقات ليا. قبل ما نضيف الحليب غادي نضيف بودرة كريم باتيسير، ممكن تعوضوها بنشا ولكن الكريم باتيسير كتجي مذاقها احسن. غادي ندير جوج كبار عامرين بزاف، شفتو شويه اولا ثلاثه يكونوا ممسوحين. غادي نضيف شويه ديال الحليب، نحرك حتى كي جميع المكونات يتخلطوا مع بعضياتهم، ونضيف الحليب اللي بقى ليا ونديرها فوق البوطه حتى كتعقد. دابا غادي نضيف الحليب اللي بقى ليا، نحرك مره اخرى مزيان. هنا قبل ما ندير هذا التسخون كناخذوا واحد المعلقه وكنضغط هكا على الكيكه باش تاخذ واحد الشكل تولي مسطحه، ما تبقاش هكا حاجه طالعه وحده هابطه، والصعوبه كتبقى على حسب الاختيار، من كاس حتى الكاس ونص على حسب الاختيار. انا
انا دابا درتها فوق البوطه غادي نحرك حتى كتبدا تعقد. صافي هو الخليط ديالي بدا تعقد، هانتوما كيف كتشوفوا. غادي نطفي عليه، كنحرك بسرعه ونطفي عليه وهو مازال سخون. غادي نخويه هنا قبل ما يبرد، حيت فاش كيبرد كل ما برد كل ما شد راسو اكثر. انا هنا عندي هذا المول هذا صغير شويه، نتوما الا عندكم كبير ضاعفوا المكونات. تقريبا درت نص كيكه او اقل من نص، واحد شويه ونص سطر الحليب. هذه راه الكيكه العاديه اللي كنصايبها. دابا غادي ندخلها للثلاجه حتى كتشد راسها وندوزو نوجدو الطبقه الاخرى ان شاء الله. دابا غادي ندوز الطبقه الثالثه والاخيره اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا الشوكولاته الاسود 3 ديال القطع، عفوا 13 قطعه ديال الشوكولاته الاسود. غادي نضيف ليه، عندي هنا حليب مركز محلى كراميل، هانتوما شتو. غادي نضيف تقريبا نص علبه، وعندي كاوكاو. هنا كان عندي كاوكاو بقشره ديالو حمرته وقشرته وقطعته هكا انصاف، هانتوما عندي كاوكاو الصغير. غادي نبداو على بركه الله هنا ناخذ الشوكولاته. غادي نضيف ليه مركز حليب مركز محلى، وغادي نديرهم فوق عافيه مهيله اولا في حمام مائي حتى كيذوبوا. هانتوما انا درتو في حمام مائي، غادي نخليه حتى كيذوب الشوكولاط. كنبقى نحرك حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وديك الساعه غادي نحيدو باش نضيف كاوكاو. كيجي فيه واحد المذاق زوين، الكراميل والشوكولاط كيجي مذاق زوين بزاف. طبعا بعد ما داب الشوكولاط انا جبت كيكه ديالي من الثلاجه، هانتوما الشوكولاط راه داب. نتاكدوا غادي نضيف دابا كاوكاو، ممكن ديروا حتى اللوز محمر حتى هو يكون مهرمش، اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. شفتوا كيفاش يكون تيجي معلك. صافي غادي نخوي فوق الكيكه ديالي. نحاول نوزعو عليها كاملة. نوزعو على كيكة كاملة بشكل متساوي. صافي ندخلو للثلاجة باش يبرد وكنقدموه بالصحة والراحة.
وهذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا أو كيكة باردة. كيف كتشوفوا كتجي معلكة بزاف وكتجي لذيذة. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال إعجابكم. خليكم ونطلعوا إن شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة بإذن الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا أو كيكة باردة. كيف كتشوفوا كتجي معلكة بزاف وكتجي لذيذة. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال إعجابكم. خليكم ونطلعوا إن شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة بإذن الله.